اليوم مدربة على الحياة وترميم الشخصية، أنا ماريا أبي شاهين، أهلا وسهلا فيك. ميرسي باتريسيا، أهلا فيك. اليوم موضوعنا هيك كتير مهم، كتير مميز، وكتير بنفس الوقت بلبك. يعني لما بدنا نحكي عن فرحة العيد، عن الغضب والحزن يلي نحن عم نعيشه هيدي الفترة، كيف بدنا نعكسه إيجابا على أولادنا ليحسوا بفرحة العيد، ونحن كمان أكيد بدنا نتبع خطوات أنت بدك تقولي لنا إياها. إن شاء الله. أول شيء بدي أحيي كل المستمعين بلبنان وبرات لبنان وكل الأحبة يلي بطلنا عم نقدر نشوفهم. وبدي أقول أول شيء بدي بلش بشو موقع الغضب والحزن بالحياة. نعم، موقعهم ممنوع يكونوا موجودين. مم. يعني بتقولي لي أتوبيا هيدا شيء مش معقول، بقلك نغضب قدامه ولا نخليه يغضب، وما نحزن قدامه ولا نخليه يحزن. كيف فينا نعمل هيك عنا بهالأوضاع؟ كتير صعبة عن جد، خاصة لأنه بهالأوضاع، لأنه نحن دايما منجرب السكيلز تبعونا بأصعب الأماكن. يعني مش بس بنعرف نسبح بالمي الهادية، لا، بدنا نجرب نشوف كيف بنسبح بالمي اللي شوي صعبة. هلأ للأسف لبنان، يعني حبيبنا لبنان عم بيمرق بمصاعب، بس نحن منحبه كتير ونحن مؤمنين فيه. وبدنا نطالب مثل ما عم نحكي دايما الأهل كيف بدهم يهتموا بولادهم، كيف بدهم يقدموا لهم الهدايا الحلوة، وخاصة بالأعياد. بدنا دايما نطالب المسؤولين الأكبر عن هالبلد الحلو إنه هن مسؤولين عنه وهن يقدموا له لهالبلد الهدايا الحلوة. أول هدية لا غضب لا حزن، ونحن كل شعب لبنان غضبان وكله حزين. طيب كيف فينا نتغلب على هالغضب والحزن؟ أو كل شعب لبنان حزين طبعا. نحن إذا حكينا ماكرو على لبنان كله بنرجع منفوت ميكرو، لأنه ما طالع بإيدنا شيء. نحن طالع بإيدنا كأهل نشوف كيف أولادنا وأصحابنا والمسؤول نحن المسؤولين عنهم، ما نخلي يقرب منهم الغضب والحزن. هيدا هو أبشع شيء بالدنيا. بدل ما نقول نجيب لهم هدية، نقول يا ريت من بعد عنهم الغضب والحزن حزن، وبعدين منجيب الهدية اللي بتكون هيك شو بيقولوا فالور قيمتها منا معنوية. معنوية منا شيء. حد الهدية الأكبر هي الغضب والحزن. باختصار نحن منعرف انه نقول ليش ابننا زعلان، بس ما منعرف نشوف ليش زعل، ليش الحزن هو أساسه الغضب. لأنه غضب بمحل ما، نرفز، زعل، لبط، شبط، قتل، خانق، كسر، ما بعرف. وعم نحكي من الولاد من طبعا العمر 3 سنين تنقول للعشرين سنة، يعني مراهقين، ونحن ما انتبهنا لهم، ما انتبهنا عليهم ليش غضبانين. نحن منعرف انه بس يغضب ابننا او حدا منحبه منعرف بس نعمل رياكسيون ونجاوب. ما تعلي صوتك قدام اللي اكبر منك، نحن مسؤولين عنه. صحيح. انت بتوطي صوتك، ما منفهم الرسالة المبطنة يلي هي عم بيوصلها، ونحن ما عم نهتم له فيها، بس نقمعه ونخليه يسكت لأنه هو أصغر منا، ولأنه هو منه قادر مثل أهله، عم بيسكت ويبلع وعم بيخبيهم جوا، عم بيخبيهم جوا، عم بيطلع اسمه حزن. عم بيطلع هو الحزن، هو الرماد يلي بعد الفولكان. الفولكان هو الغضب. قدي حلو نحن بصير في تراكمات، يعني بصير في تراكمات وبيصير في بينطفي. حدا بيقول لك عيونه مطفيين او هو منطفي. منطفي ليه؟ لانه غضب قبل. فنحن اليوم في نقطه كتير مهمه بحب اقولها للاهل، خلونا ننتبه وقت اي حدا بيغضب، اي حدا طبعا نحن عندنا تواصل معه ونحن بهمنا امره، خلونا ننبسط، ما نزعل، نقول نلقطه دغري على هالبوينت، نلقطه، ما نخليها تروح. انه اوكي زعلان، غضبان، ما نخلط بين الغضب والزعل. ايه منقول له للولد او لا يلي معنا، انت غضبان، شو في، شو صار، خلينا نحل. ما ربنا خلق لنا عقل، ميزنا فيه بالكوميونيكاسيون. يعني احلى حل بالحياه هو الكوميونيكيشن، هو الاخذ والعطاء. نحن ما عم نستعمله، نحن عم نستعمل انه انت بتحترمني، انا اكبر منك، او انا بفهم اكثر منك. ما دخل، ما دخل. نحن صرنا معودين نطلب 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 نطلب، بس ما نقدم شيء قبل. يعني بدك تحبي قبل ما تطلبي. نحن منجي تنصلي يا رب تخلي لي أمي وبيي وأهلي وولادي وما بعرف، وخليني أنجح، وخليني ولا مرة منوقف قدام الرب ومنقول له نحن منحبك، نحن منشكرك أنت بحياتنا،
ونحن مع هالولاد أو الولاد مع أهلهم أو الناس اللي بحبوا بعضهم بدهم يشكروا بعضهم على وجود بعضهم بحياة بعضهم قبل ما يبلشوا يطلبوا 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 يطلبوا. هون وصلنا لكادويات نوال. نعم. كادويات الأعياد. في نقطة كتير مهمة كمان، صاروا الأهل الولاد صاروا الأهل بيعتلوا هم نوال أو الأعياد لأنه صار العيد اسمه هدية أو هدايا. صح. وقد ما عندك أولاد بدك تجيبي هدايا. فهيدا أو القرايب نفس الشيء. فهيدا نحن خلينا كمان أن نغير مسار الهدية معناها. نعم. إلى نقول خلونا نجرب نفهم ابننا أو يلي منحبه أو يلي معنا، نفهم نفسيته كيف مكونه بدل ما نلهي بهالهدية المقلة معنا. صحيح. أوكي؟ لأنه إحنا عم نعود أولادنا وعم نعود الناس اللي هني معنا أنه يلا يلا منهديك بتسكت، منهديك بتنبسط، منلهيك نحنا منلتهي، نحنا منرتاح. أو عمول هيك بيطلع لك هيك. أو الريورد يلي هي كلها خطأ يعني. نحنا ليش أحلى هدية يا أهل يا مسؤولين، أحلى هدية فيكم تقدموها للولاد خاصة، الولاد نرجع نحكي للعشرين للثلاثين للأربعين، أنه تفهموا هالشخص اللي معكم بأي تيب من الإنسان ينتمي، أي نفسية. هي ثلاثة. أوكي. يلي هني. يلا. حاضرة. أوكي. الأهل عندهم ثلاثة أولاد تنقول، بيقولوا هيدا هيك وهيدا هيك وهيدا. كيف بدنا نرضيهم، كيف بدنا نبسطهم، كيف بدنا نفرحهم، شو بدنا نجيب لهم. كتير مهم تعرفوا الولد أو ابنكم في نوع اسمه بيكون العقلاني. بيكون ابنك بالبيت كل الوقت عيونه بتبرم. صح. يعني راسه مش ملحق يفكر، عيونه عم بيبرموا عنه. هيدا ولد بيفكر كتير. تاني نقطة، تاني تايب، ولد بيحلم، عيونه بيحلموا ما بيبرموا، بيحلموا قلبه بيروح ما بعرف محل وين تاني. هيدا ولد عاطفي. عاطفي. أوكي. صحيح. تالت ولد بدل بده يعمل حركة. حركة ما بيقعد لا بتفهمي له، لا قلبه لا عقله لا راسه لا عيون. أوكي. مخلوط. بدل بده يروح ويجي وهيك. فالأهل شو بيسموه هيدا التيب؟ الحشور. بالاكتف. الاكتف. ايه مهضوم. هلا بيروحوا عند البسيكات بسموه لي كي اتش دي ايه دي. نحن ما بدنا نروح مرض، ما بدنا نروح علم، بدنا نروح كل شيء موجود شخصية. بالحياة. صح. كل شخصية فيها شيء ليفلز معينين وحلوين اذا منعرف ننتبه لهم، ما منصنفهم كمرض. بعدين هذا الشخص ممكن يكون بنفس الوقت كتير عاطفي يعني او كتير عقلاني. مليون بالمية، لانه هولي كلهم عندهم extensions يعني. صح. هولي كلهم في شيء بالبسيكولوجي بيسموه الشادو. هيدا كل واحد عنده الشادو، نحن ما بنفهمون. بس مثلا انت بتكوني مثلا عقلانية بس الشادو تبعيك emotional عاطفي. هذا اللي منخبيها لحالنا يعني. يلي اذا انا دقرتك شوي بتروحي على التريجر الثاني، بتروحي على الشق الثاني، لانه هو قمة اللياقة النفسية والتعليمية إذا بدك الأهل يدربوا أولادهم. نعم. أنه يكونوا ثلاثة. يعرفوا يكونوا أكتف محل ما لازم. صحيح. يكونوا أكتف، ويعرفوا يحلموا محل ما لازم يحلموا، ويعرفوا يكونوا عقلانيين محل ما بيتطلب الأمر يكونوا بدون يفكروا بعقلهم. نعم. فهول كتير مهمين المواضيع. فعندك أهل بيقولوا لك جبنا له كل الهدايا ما بيعجبوا شيء. يمكن الولد بيحلم ما بيحب الهدايا. يمكن بده يروح عند حدا بحبه كتير ما عم بيلاقيه بهالعيد. صح. خدوه يسهر مع هالحدا اللي بحبه يمكن، وجيبوا له هدية صغيرة يكون عنده أكبر فرحة بالعيد. 100%. الولد العقلاني كتير بدنا ننتبه له، لأنه الولد العقلاني بيعلق قد ما بيفكر ما بيعود يعرف يتحرك. وهي كتير مهم أنه نشوفها بولادنا بس يكبروا، يلي كتير بيفكر بيسبقوا الزمن، هو واقف بعده عم بيفكر. صح. مشان هيك بيقولوا لك كتير حلوة أنه to live the moment, live it as it is. يعني شو عم بتفكر عمول الأكشن، مين يلي بياخدها هيد، أي ولد بيربحها. الولد يلي عنده بنسميه الأكتف ولد. هيدا شاطر، هيدا he grabs everything. شاطر بشتارته. شاطر. هيدا بيمشي بيروح بيجي بالحياة. أوكي. هيدا بده يمكن بده كل الكادويات. ويمكن بده شيء تاني ينبسط فيه، بدل ما نجيب فينا بدل ما نجيب كادو فيزيك فينا ناخدهم هن يعملوا كادويات حقيقية. يعني مثلا عباله يركب بالسيارة ناخده على محل يركب بالسيارة إذا هو تحت السن. بدل ما نشتري له سيارة فينا نروح نعيشه الحالة. نعم.
فللأهل يلي كمان مفكرين بس العيد هو بالهدايا، لا، أهم هدية هي تفهموا نفسيتكم، نفسية ابنكم شو هي شو نوعها. تاني شي تجربوا تخلوه يعيش الهدية، يعيش الهدية. تالت شي منتوج هالعيد بهدية بس يعني قيمتها ما تكون قيمتها المادية كبيرة، إنما قيمتها المعنوية أكثر. لأنه لازم العيد يكون في هدية. طب لمين العيد أنا؟ أنا بالنسبة لألي يا ريت كل يوم فينا نعمله عيد لكل يلي حوالينا، لأولادنا، لكل حدا بحاجة، لكل حدا بحاجة. أكيد ما في حدا منه بحاجة يكون سعيد. ما في حدا بحاجة يوعى الصبح وما يخاف من أهله إذا غضبانين أو حزنين. في أولاد بيحسبوا حساب إنه أقولكن أهلي، أقولكن البابا اليوم كيف الموت تبعه، هذا بيأثر سلبا طبعا على شخصيته. أقولكن كيف بدي أطلب منه هالهدية هلأ وقتها. في شيء كتير مهم إنه نحنا دايما الكبار بدنا نربي صغار. نحنا ما منفهم إنه نحنا مش بدنا نربي صغار، نحنا بدنا نعلم ونوجه، بس نوجه الصغار، نخليهم يشوفوا يفهموا. هاي نقطة كتير مهمة. بكتير من الأوقات هن بيعلمونا كتير إشياء، يعني حتى بهيدي الأزمة أنا ماريا كنا هيك عم نحكي مرة من المرات، فسيدة بتقول أنا جيت عم قله لابني، يعني بدي أقول لابني أنه أنا كنت زعلانة، خليني أقولها بغير طريقة. لما أجا هو فسر لي أنه الشغلة اللي عملها بطريقة عن غير قصد، وفسر لي إياها بطريقة مبسطة، خليني ما بكون زعلانة منه. فما قدرت قل له انه انا زعلانه منك، او رح يكون عندك مش قصاص، يعني ما ذكرت هيدي الكلمه، انما مثلا رح ازعل منك وما رح اروح معك على المحل الفلاني. ايه قد ايه مهم هيدا الموضوع؟ كتير مهم، لانه هون جمعنا هي الام العقلانيه يلي عم بتفكر ما بعرف بالسبب يلي براسها، وهو الولد قد ايه كان حساس. كان الولد ايموشنال عاطفي، حس بصعوبات امه او بزعل امه، واجا هو يرضيها. اول شيء الولد، لانه الولد ورقه بيضاء، الولد الانوسان بريء، بيفهم بيقشع بقلبه. نحن دائما مشغولين براسنا، عم نفكر براسنا، ما قد ما مهمومين، ما بقى نقشع على المحبه، ما بقى نقشع على الفرح. فالولاد عندهم هالقدرة أنه يقشعوا الفرح، وياريت فينا نكون مثلهم، لأنه الولاد they grab the moment، اللحظة. إذا فرحان بيقلك أنا فرحان، إذا زعلان بيقلك أنا زعلان منك أنت، بس بعد شوي بيرجع بيرضى إذا أنت رضيتي. وإذا قالك أنا دجران I want to play، بدي روح بدي أجي، كمان he grabs، بتقولي له يلا ماشي نروح، بيركض بلا ما يلبس جاكيت، بيركض بيطلع لبرا. فنحن هولي بحاجة نعملهم نحن وكبار، مش لهالدرجة طبعا بكل عمر إله، بس إذا منمشي عليهم على الخط هولي كتير بيساعدونا بحياتنا. وإذا الأهل بيعلموا ولادهم يلي عندهم، لأنه عندهم مردود نفسي، شو هن يعني هول الخطوات يلي عم تحكي عنهم، إذا منقدر نلتزم فيهم ونمشي عليهم، to grab the moment، نستفيد من كل لحظة، نعبر بس بطريقة نعرف ما نأذي غيرنا بطريقة تعبيرنا، قدي بيرجع يعني مردودنا علينا، على شخصيتنا، وبالتالي على طريقة تصرفنا وعلى إنجازاتنا. تقلك ليه؟ لأنه بهالطريقة بتقتلي الغضب، ما بتخلي حالك تغضبي، بتكوني while you are grabbing the moment عم تقتلي الغضب وعم تعملي communication، عم بتعبري، ما في شيء اسمه حزن، بيروح الحزن اصلا ما انه موجود. الحزن ما بتحزني قبل ما تزعلي، قبل ما تغضبي. الحزن هو رماد الغضب المكبوت يلي ما فيكي، يعني انا اليوم اذا انا عندي باص اعلى مني ومضطره دل تحت سيطرته، اذا اغضبني وانا ما فيني اعبر بحزن، لان ما فيني اعمل كوميونيكيشن. بس كمان عم نفوت بغير موضوع، انه كتير حلو ولا حدا يحس حاله تحت حدا، ولا حدا يحس حاله سمي لحدا، بما انه في عنا سلاح الاقوى هو الكوميونيكيشن. صحيح، بطريقه معينه، بلياقه، بلباقه، بتهذيب، بتوصلي لكل شيء بدك بالحياه. منك مجبوره تكوني تحت امره حدا، لا بالدوله ولا بالدين ولا بالعيله ولا بمحل. كتير حلو الانسان يعرف قيمه نفسه كقيمه، وبمجرد ما تعدى على غيره هو ملك. صحيح، وين ما كان.
كتير حلوين هول المواضيع وكتير مفيدين خاصة بهيدي الفترة من السنة. هلأ أكيد يعني كتار يمكن بيسمعونا بيقولوا عم تحكوا مثاليات، عم تحكوا يمكن هيدا الشيء ما فينا نلتزم فيه، ما فينا نعمله، لأنه نحن مرئين بوضع معيشة صعب، اقتصادي صعب، سياسي أصعب وأصعب. يعني الناس والأهل بالتالي منن مرتاحين، يعني منن عايشين هيدا الحياة الطبيعية ليقدروا يسيطروا بمحل ما على هيدا التعصيب أو هيدا التوتر أو هيدا الغضب يلي بعدين رح يتحول لحزن. ولكن بدنا نجرب قد ما فينا أنه نكون عم نتبع الخطوات يلي عم تحكينا عنها لحتى نقدر بالنهاية ننتصر نحن وولادنا، لحتى اتنيناتنا نحس برمزية هيدا العيد بالقليلة. صح؟ أكيد. هلأ هيدا أول شيء بيقول الله دخيله لا يحمل الله نفسا أكثر من وسعها. فإذا ربنا قال هيك، نحن كبشر على الأرض منكركب على حالنا أشياء كتيرة، منكركب شو ما بدك منكركب، وبعدين منعصب. هو تعي شوفي من شو بيجي التعصيب، لما عندك كتير أشياء تهتمي فيها وما عم تقدري تلحقي. يعني نحن إذا منبلش نعالج كل مشكل بمشكلته بإنه نشحل الأشياء، ننزل عن ظهرنا، نشوف الأشياء المهمة. ما في حدا أهم من ابننا، ما في حدا أهم من الشريك اللي ببيتك، ما في حدا أهم من بيتك. إذا كل إنسان بيهتم ببيته صرنا بألف خير. وإذا الدولة بتهتم بلبنان بهالولد الصغير اللي بياخد العقل صرنا بألف خير. ما في شيء صعب، لأنه وقتها بتقسمي المسؤوليات كل شيء هين. بس ما فيك تحطي كل المسؤوليات على الأم أو كل المسؤوليات على البي أو كل المسؤوليات على أي رئيس كان بأي موقع اللي كان. مشان هيك بنعمل شيء اسمه تقسيم المسؤوليات بي كوميونيكيشن. لازم يكونوا تقلك بشو لازم يتمتع الإنسان. نحن عم نقول عم بيعيشوا مثاليات، طبعا طبعا نحن نصب إلى إنسان مثالي، ليش لا؟ شو ناقصنا ما نكون؟ بدنا إنسان عنده قلب، عنده عقل بيفكر للمنيح مش للأذى. بدنا حدا أبداي حتى يخلص الدنيا كلها، يخلص عائلته، يخلص بلده. بدنا أهل يخلصوا أولادهم. سوبر هيرو بدنا. ايه ليش لا؟ ليش الهيروز احسن منا نحنا؟ نحنا وي كان اول بي هيروز، نحنا محل ما نحنا. ما بدنا صحيح. انا ما فيني اكون هيرو بالدوله، صحيح، والدوله ما فيها تكون هيرو ببيتي. انا بدي اكون هيرو محل ما انا، انت محل ما انت، صحيح. كل انسان محل ما هو. المهم بدنا نشيل الحزن والغضب من قلوب لولادنا صغار لا حتى نكبر. طيب خلينا نحكي هيك اذا بتسمحي انا ماريا الموضوع بشكل واقعي اكثر. قادمين على عيد، وفي كتير ناس معودين كانوا على ليفل حياة معين أو على مستوى معيشة معين، ورجعت فيهم الحياة مثلنا كلنا بهيدا البلد. الولاد معودين بيشوفوا تحت الشجرة كتير هدايا، معلي خلينا نحكي شوي عن الهدايا المادية. وإذا السنة يمكن ما يشوفوا هدايا مادية تحت الشجرة، والولد معود على هيدا الشيء، هيدا أكيد بده يشكل ضغط نفسي على الأهل وبالتالي على الأولاد. يعني أنت لما بيجي ولد بيسأل بيه أو أمه ليه ما عنده هدية، شو ممكن يكون الجواب وبأي طريقة لازم نجاوب أولادنا إذا مش قادرين نكون عم نقدم أو عم نأمن هدية مادية؟ في كذا نقطة. أول شيء بدنا نعرف، بدنا نحكي بالصدق مع الولاد. ما حدا يقول لي ما تخبريهم وخبريهم. أنا بعرف في صدق، بنرجع بنقول ليفل بليفل معين، مش نجي نفقعهم الخبرية يعني يلي هي تعملهم صدمة. لا، بس حسب الليفل وحسب الأعمار باتريسيا، حسب العمر هو شو بيستوعب. فينا نقلهم بطريقة كتير ناعمة، نخبر صغار والكبار، تنقول إذا عم نحكي عن الولاد انه نحن بلدنا عم يمرق بفتره صعبه بس اكيد بدنا نخلص منها، بس لهلا شوي بدنا نكون منتبهين على الهدايا او على مطالبكم. اول شيء في صوره هيك بتجي بوجهي كتير، صاروا الاولاد معودين انه بابا نويل وحامل هالهدايا كانهم كلهم لالهم. نحن لازم على دور الاهل يفسر انه بابا نويل جايب هالهدايا كلها تيوزع على كل الضيعه او على كل المدينه او على كل المنطقه على كل الاولاد. يعني كل واحد بيطلع له هديه. هديه حلوه. بيفهم ببلش الولد يفهم، بس اذا فرجيتيه بابا نويل وحامل 700 هديه بيفكرهم كلهم له، لانه الولد هو بحس حاله السنتر دي مود.
مهضوم الولد هو he is the center of the world. مهضوم يا ريت فينا نعطيه العالم كله بس بدنا نربيه ديسيبلين. تاني شيء كتير حلو الأهل في فكرة حلوة يقولون للولاد بما أنه عم نمرق بمحل شوي مش طبيعي بهالأيام شو رأيكم بدل ما نشتري هدايا نحنا نجسد الهدايا شو عبالكم شو بتحبوا تعملوا خلينا نعمل يعني فينا نروح نسوق فينا نروح نلعب فينا نركب على الحصان بدل ما نجيب حصان فينا وبعدين من بعد ما يكونوا شبعوا هالولاد شبعوا نفسيتهم شبعت فعليا على الارض خليناهم يعيشوا اللي بحبوه يعيشوا اللحظات يعيشوا اللي شيء بحبوه بنقول لهم انتم هلا نقوا هديه صغيره بتشبه اللي انتم عشتوه لانه تعيشي اللعبه احلى ما تشتريها صح لانه قد ما تشتري بتصيري بتتعلمي انه بدك تشتري وكل ما تشتري وبيزهق منها كل ما تكبي يعني. وبدك غيرها بصير عندك ادكشن وبتصيري ما بتعرفي القيمه المعنويه على القيمه الماديه صحيح كتير حلو اللي عم نحكي يعني عم نحكي كمان هيك بإطار الهدايا وانت عندك كمان هدايا رح تقدميها للمستمعين بما انه نحن هلأ بزمن الميلاد في هدية منك وهدية عن جد أنا ماريا وبهاي الفترة بالذات كتير قيمة خبر المستمعين عنا هيك اجى عبالي انه بهالعيد الميلاد شو فينا نقدم للبنان لوطننا اللي منحبه واللي حزين واللي غضبان وللشعب الغضبان هو لبنان يعني الشعب الحلو الطيب يلي هو ممشى لبنان هو ممشى بلاده هو ماشي هو محترم بعضه هو بحب اقدم للاهالي يلي عندهم ولاد ما بيعرفوا كيف يتعاملوا معهم بهالعيد ما بيعرفوا شو بدهم يقدمولهم ما بيعرفوا كيف يقولولهم يمكن نحنا كتير متضايقين فيني أنا بحب أقدم لكل شخص 3 سيشن من هلأ ليخلص عيد الميلاد شو حلو كتار من الناس بحاجة لهيدي المساعدة عن جد لأنه كتار من الناس بيوصلوا لفترة أنا ماريا مش عارفين شو يقولوا لأولادهم يعني ما بقى يعني يمكن ما بدهم يقولوا شيء يجرحهم أو يأثر عليهم لبعدين وبنفس الوقت ما بقى عارفين كيف يتصرفوا فأكيد هن بحاجة لحدا يكون عم بيساعدهم يمكن حتى الأهل بحاجة لترميم الشخصية اللي حكينا عنه كتير ورح نرجع نحكي عنه بحلقات لاحقة ولا يكون هيك في مدربة عم بتعلمهم أو عم تعطيهم خطوات معينة حتى يعرفوا كيف يتصرفوا فين يتواصلوا معك على 03-409-063 رح أرجع عيد الرقم 03-409-063 لكل حدا حاسس حاله بحاجة أنه يكون عم يخد رأي أو يكون عم يعمل هيك ساشن لهو يرتاح وبالتالي يريح أولاده صح ولا يفهم لأنه نحن وين منضيع وين منغضب وقتها ما منفهم كمان السبب الغضب بدك تفهمي قبل كمان قالوا شيء يعني كله قالوا بيرجع للباص بعدين قبل الغضب في شيء مش فهمينينه فللأهالي اللي مش فهمينين بحبوا يستوضحوا بفتكر 3 ساعات 3 سيشنز كفيلين انه يلقطوا خيط اذا عندهم تساؤلات معينة نعم ماري عم بتقول شو حلو هالحديث نحنا منصبحك بالخير ماري و ايه يعني هيدا الحديث يلي لازم كلنا نحكيه لحتى كل واحد يقدر يخفف على الشخص التاني ايه ويخفف ويعطي له شيء اللي هو بحبه والشيء اللي هو بحاجة له لانه نحن اليوم منفكر انه هلأ اذا جبت لابني لبنتي هدية لعبة عروس بتجنن شعره اشقر وفستانه حلو يي وما انبسطت بنتي ما انبسطت باللعبة ما هي ما بدها لعبة يمكن بدها شيء تاني خلينا نجرب نشوف كل ولد من ولادنا او كل حدا من يلي منحبه هو شو بحب نحن ولا مرة عم نبرم منفتش هو نفسيا الولد لشو بحاجة نعم كمان ماري عم تقول انه نحنا كلنا بحاجة لهيك نصايح اكيد كلنا بحاجة كارلوس عم بيقول الموضوع ممتاز بيرفكت عم يرجعوا يطلبوا مني كمان ارجع عيد رقم التليفون 03-409-063 خلينا كمان نقول الويب سايت www.annaabishaheen.coach ورقم التليفون مرة تانية كمان حتى على الخاص عم يوصلني بدون أرقام التليفون 03-409-063 لكن 03-409-063 لكل يلي بحبوا يتواصلوا معك إن كان كرمال يستفيدوا من الهدايا يلي عم تقدميلنا إياها بشهر الميلاد أو إن كان لحتى يتواصلوا معك بأوقات لاحقة ويكونوا هيك
عم ياخدوا كل حدا منا. أنا ماريا بحاجة ليكون كمان عم يسمع أو عم يحكي مع حدا بعيد عن عائلته، بعيد عن أفراد عائلته، يكون هيك عم يشكي همومه أو عم بكب متاعبه محل تاني وعم يستفيد. بدنا نفيد نحنا، أنا ما بدنا، بدنا نعرف وين هالشخص لازم يضرب الضربة، إذا في شيء معطل مش ماشي ما بدنا نبرم بالهند وبالسند، وين بدنا نعرف وين بدنا نضرب، وإن شاء الله بقدر بساعد أنا وين بدهم يضربوا هني بأي محل. والهدف النهائي أنا بالنسبة لألي أنه ياريت فيني أشوف كل ولد بالبيت سعيد ومبسوط وما عنده حزن حواليه ولا غضب لا منه ولا من أهله، هيدي لألي أحلى كادو بتكون بالعيد لألي كادو. هذا لا تعرفي هيك كل حدا منا لما يشوف شخص التاني مبسوط بينعكس هيدا، يعني أنا إذا بشوفك زعلانة رح أزعل، وإذا بشوفك عم تبتسمي كمان رح تعديني ابتسامة. أنا بدي أقول لكل المستمعين يلي بيشوف أن ماريا أبي شاهين على الحقيقة تلقائيا بيرتاح قبل ما تبلش بالسيشنز. أنا بدي أشكرك كتير أنا ماريا، الموضوع هالجمعة كان عن جد كتير مفيد، بعرف أنه كتير ناس هيك استفادوا وكتير ناس خليتينا نراجع كلنا حساباتنا إذا فينا نقول. مرسي كتير باتريسيا، أنا بحب أختم بجملة كتير مهمة للأهل ينتبهوا له ولأي شخص مسؤول ينتبه على اللي تحته اللي مسؤول عنه، أنه نحن هالولاد خاصة عن الولاد عم نحكي، نحن جبناهم على هالدنيا وهن بيوجعوا القلب لأنه مش عارفين وين اخدينهم وين جايبينهم، فهن تحت أمرتنا، خلينا نحن ناخدهم محلات حلوة نفرح لهم قلبهم على طول، خاصة بهي الفترة، خاصة وبكل الفترات. شكرا لك أنا ماريا أبي شاهين، أنا بدي أشكريك المدربة على الحياة وترميم الشخصية، ومنرجع منتلقى بمواضيع جديدة إن الله رب. شكرا كتير.